بنيت هذه الحلقة على النصوص الجنائزية الواردة في كتاب الخروج في النهار كتاب الموت، خصوصا ما ورد في الفصل 125 للكاتب والمترجم شريف الصيفي. الجزء ده بعنوان الاعتراف بالنفي. معلومة عنه سريعة كده قبل ما نبدأ في النص، الاعتراف بالنفي هو من الأجزاء الأساسية من كتاب الموت، وهو دعاء يدافع بالميت عن نفسه أثناء تواجده بالمحكمة الأوزيرية أمام أوزير و42 إله بيمثلوا أقاليم مصر. ده ملخص بسيط للاعتراف بالنفي، ودلوقتي هنبدأ بالنص، وبنبهك إنه طويل حبتين. يلا نبدأ. التحيات لك أيها الرب العظيم، رب العدل المطلق، جئتك سيدي وجيء بي لمشاهدة كمالك. أنا أعرفك وأعرف الآلهة الأثنين والأربعين الذين معك في ساحة العدل المطلق، الذين يتعايشون على أصحاب السوء ويتغذون على دمائهم في اليوم الذي يقام فيه الحساب أمام الكائن الجميل أوزير. جئتك أشاهد جمالك ويداي مرفوعتالي ابتهالا لإسمك العدل. جئتك بالعدل وزهقت لك الباطل. أنا أعطيت الحق لفاعله وأعطيت الظلم لمن جاء يحمله. لم أظلم إنسانا، لم أسي استخدام حيوان، لم أرتكب حماقة في مكان الحق، لم أعلم بما هو غير موجود، لم أنظر لعورة، لم أقم بزيادة وتيرة العمل المحددة مع بداية النهار، لم آتي باسمي قبل اسم الإله، لم أغضب الرب، لم أبدد ميراث اليتيم، لم أفعل شيئا مما نهى الرب عنه، لم أوشي بعامل عند رئيسي، لم أتسبب في تعاسة، لم أترك جائعا، لم أتسبب في دموع، لم أقتل، لم أحرض على القتل، لم أعذب أحدا، لم ألوث ماء النهر، لم أنقص قرابين المعبد، لم أستبح خبز الآلهة، لم أسلب قرابين الموتى، لم أزني، لم أنجس نفسي في الأماكن الطاهرة في معبد الإله في مدينتي، لم أزد ولم أنقص المكيال، لم أغش في مقياس الأرض، لم أتلاعب في مثقال الميزان، ولم أزحزح مؤشر الميزان، لم أنتزع لبنا من فم رضيع، لم أحرم قطيعا عن مرعاه، لم أقتنص طيورا من براري الآلهة ولا سمكة من بحيراتها، لم أمنع ماء الفيضان في موسمه، لم أبني سدا للمياه الجارية، لم أطفئ نارا عند أهمية إشعالها، لم ألوث قربان اللحم في أيام الأعياد، لم أتعرض لقطيع من ممتلكات المعبد، لم أصد طريقا في موكب الإله، فأنا طاهر وطهارتي مثل طهارة طائر البينو ذلك العظيم في أهناسيا. أنا أنف سيد التنفس العظيم الذي يحفظ حياة البشر في ذلك اليوم الذي فيه سلمت عين حورس فيه اليوبلس في اليوم الأخير من الشهر الثاني من فصل الحصاد أمام سيد البلاد. رأيت عين حورس سليمة فيه اليوبلس، عسى ألا يصيبني مكروه في هذه البلاد. أنا أعرف أسماء هذه الآلهة، أنت يا واسع الخطى الآتي من هليوبلس، أنا لم أرتكب ظلما، أنت يا ملتهم الظل الآتي من المنبع، أنا لم أنهب، أنت يا صاحب الوجه المخيف الآتي من رستاو، أنا لم أقتل إنسانا، أنت أيها الأسد المزدوج الآتي من السماء، أنا لم أغش الميزان، أنت يا من عيناه سكينان الآتي من أوسيم، أنا لم أرتكب حماقة، أنت أيها اللهب الآتي بظهره، أنا لم أسلب ممتلكات المعبد، أنت يا مهشم العظام الآتي من أهناسيا، أنا لم أكذب، أنت يا قاذف النار الآتي من منف، أنا لم أسرق طعاما، أنت يا ساكن الأعماق الآتي من الغرب، أنا لم أتسبب في بكاء، أنت يا صاحب الناب الأبيض الآتي من الفيوم، أنا لم أكن عدوانيا، أنت يا سافك الدماء الآتي من المذبح، أنا لم أقتل حيوانا من ممتلكات الإله، أنت يا مفترس الأحشاء الآتي من ساحة العدل، أنا لم أسرق غلة الأرض، أنت أيها الرب العدل الآتي من مقام العدل، أنا لم أعترض على المقصوم. التحيات لكم أيتها الآلهة، أنا أعرفكم وأعرف أسماءكم، ليتني لا أسقط في مذبحكم، ليتكم لا تضخموا من السيئات التي بي عند هذا الرب الذي أنتم في صحبته، ولن تأتي أمامكم خطيئة مني، تحدثوا عني بحق أمام رب الخلق، فأنا أقمت العدل في بلد المحبوب مصر، لم أغضب أي إله ولم تصدر مني معصية للملك الحاكم. التحيات لكم أيتها الآلهة التي في قاعة العدل المطلق،
بأجسادكم الخالية من الكذب الذين يتعايشون بالحقيقة فيه اليوبلس بالقرب من حورث الذي في قرصه الشمسي. أنقذني من باب الذي يتعايش على الأحشاء في يوم الامتحان العظيم. انظروا، أنا جئت إليكم بلا خطيئة وبلا شر، لا شر داخلي ولا شكوى ضدي ولا أحد يعارض ما تفوهت به، فأنا أتحدث بالحق وأقترب من العدل. فعلت ما أراده الناس وما رضيت به الآلهة، أرضيت الله بما أراد، أعطيت الخبز للجوعى والماء للعطشى واللباس للعرايا وقاربا لمن لا قارب له، وأعطيت قرابين الإله ولأرواح الموتى. فأنقذوني واحموني ولا ترفعوا ضدي شكوى أمام الرب العظيم. فمي طاهر ويداي طاهرتان، عسى أن يرحب بي الذين يرونني. أنا كاهن تطهير الآلهة وأعرف ما في أحشائها. جئت إلى هنا لأشهد العدل ونصب الميزان في مملكة الغرب. أيها العظيم فوق عرشك، سيد التاج الذي خلق اسمه، سيد الريح، أنقذني من رسلك سافك الدماء وطارحي الأسئلة الصعبة أصحاب الوجوه الواجمة. أنا صنعت الحق لرب الحق، وجهي وظهري طاهران وجوفي حقل للعدل، ولا يوجد عضو من أعضائي خال من الصدق. واغتسلت في البحيرة الجنوبية وسط حقل الجراد حيث يتطهر مرافقي رعا. دي كانت الحلقة بتاعتنا، ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة ودعمنا على صفحتنا على الفيسبوك. سلام.